تحت ظل هذا النخل عاش العربي، فمنها أكل ومن سعفها استظل، ومن تمرها تغذى وتداوى واحتمى، ومن جريدها بنى تاريخ عريق ارتبط بالحل والترحال، وكان التمر غذاء الفقراء وفاكهة الأغنياء، وكانت النخيل دلالة على العروبة ورمز الانتماء، وكان التمر حاضراً في بيت النبوة وفي تاريخ الإسلام. شربنا ماء دجلة خير ماء، وزرنا أشرف الشجر النخيلة، يقول أبو العلاء المعري. واليوم لا تزال التمور تشكل رمزاً مهماً من رموز الضيافة العربية، ومنتجاً مهماً في أسواقها ومعارضها. وها هي المملكة اليوم الأولى عالمياً في تصدير التمور، حيث تصدر أكثر من 300 صنف من التمور، تنتجها 33 مليون نخلة بإيرادات تتجاوز 1.2 مليار ريال. في 2022 دخل بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور السعودية موسوعة جينيس لأكبر عدد أصناف نخيل ب127 صنفاً. واليوم تتوالى مهرجانات التمور ومواسم البيع والمعارض التي تغني المشهد التجاري والثقافي للتمور محلياً وعالمياً.